لأنه بيؤمن بالتغيير، بس التغيير الحقيقي من داخل المؤسسات ومن داخل الدولة اللبنانية. إلي الشرف أن أكون عم بطلب ثقة أبناء المتن كمرشح على المقعد الماروني بدائرة المتن الشمالي. من خلال الإعلان عن هذا الترشح نبدأ رحلة الألف ميل عبر التأكيد لشهدائنا أن حياتنا ومستقبلنا منظوران للبنان ولمسيحيه. بهذه الخلاصة أنهى سامي الجميل البرنامج الذي سيخوض على أساسه الانتخابات النيابية، وذلك أمام حشد من المحاسبين تقدمه الرئيس أمين الجميل وفي حضور فعاليات اقتصادية واجتماعية وبلدية ولا سيما من المتن الشمالي. الجميل شدد بداية على ضرورة بناء أسس للحكم، متسائلا عن التغني بالديمقراطية والحديث في الوقت عينه عن الحكومة التوافقية، فمن يحاسب ويراقب؟ لا اقتصاد من دون أمن واستقرار سياسي، ولا دولة من دون سيادة، ولا سيادة من دون توحيد للسلاح بيد الجيش اللبناني وحده، قال الجميل. أي سلاح على الأراضي اللبنانية تحت أي ذريعة كانت هو أمر غير طبيعي، وما ممكن دولة طبيعية تقوم بوجوده. نقطة على السطر. وسأل الجميل عن ذنب أبناء الجنوب الذين هاجرتهم الدولة لعقود وتخلت عنهم فأجبروا على اللجوء إلى إسرائيل وباتوا يوصفون اليوم بالعملاء. وحدة المسيحيين هي همنا الأساسي، وعلى الجميع أن يعودوا للالتزام بالثوابت والمبادئ التي أرست قيام الدولة. اليوم بينحكى أنه في مشروع مسيحي سني ومشروع مسيحي شيعي أو مشروع مسيحي درزي. نحن بالنسبة لنا ما منآمن بولا واحد من كل هول المشاريع، نحن منآمن بمشروع مسيحي مسيحي بيجمع كل اللبنانيين. وختم بالتأكيد أن دور النائب هو التشريع والمراقبة والمحاسبة أكثر منه تأمين الخدمات، معتبرا أن قيام المجالس المحلية والوحدات الإقليمية هو السبيل لتسهيل وصول الخدمة إلى المواطنين دون منا. وختم بالتأكيد أن دور النائب هو التشريع والمراقبة والمحاسبة أكثر منه تأمين الخدمات، معتبرا أن قيام المجالس المحلية والوحدات الإقليمية هو السبيل لتسهيل وصول الخدمة إلى المواطنين دون منا.